اهلا بكم اعزائي الساده المشاهدين في برنامجكم عيون الحياه. النهارده حلقتنا مختلفه. النهارده هنتكلم عن الاصابات الشيطانيه واثرها في حياتنا. هيكون معانا ومعاكم النهارده الشيخ محمد عوني المعالج بالقران الكريم والسنه النبويه. ازيك يا نيلي؟ مساء الخير يا محمود. ازيك؟ انت عامل ايه؟ مساء الخير يا شيخ. مساء النور. منورنا يا شيخ. الله يكرمك يا رب. اهلا وسهلا بحضراتكم الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. وارجو الله تبارك وتعالى ان نكون ضيفا خفيفا على قلوب المشاهدين. وانت عم الفائده باذن رب العالمين. باذن الله. في البدايه شيخنا كنا عايزين نعرف الاصابات الشيطانيه واثرها في حياتنا، يعني هو ده موضوع حلقتنا وعايزين نتكلم النهارده فيه باستفاضه. باذن الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش شك طبعا الموضوع ده يعني بيشغل قطاع عريض جدا جدا من الناس. بس قبل ما اتكلم فيه وقبل ما اتكلم في انواع الاصابات الشيطانيه، محتاج يعني اعرف الساده المشاهدين ان المعركه ما بين ابليس وما بين الإنسان بتبدأ منذ الميلاد، منذ نعومة الأظفار. لسه طفل رضيع لا حول له ولا قوة إلا بالله، ومجرد ما بيتولد بيستهله صارخا. طبعا الموضوع ده ليه تفسيرات كتير طبية وعلمية، لكن احنا لينا التفسير النبوي هو اللي يتصدر في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها وعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. لدعوة امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربه. نخسه الشيطان يعني إيه؟ يعني يدفعه دفعة شديدة، لطمة قوية، فيستهله صارخا، كأنه بيقول له تعال لي المعركة بدأت من دلوقتي. والمعركة دي تفضل شغالة منذ الميلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتخيل حضرتك طفل رضيع ليس له يد تبطش ولا قدم تمشي ولم يجر عليه قلم التكليف، يعني مش مكلف مش محاسب، برغم من ذلك يدفعه هذه الدفعة الشديدة، كأنه بيقول له زي ما قلت كده المعركة بدأت. فتخيل حضرتك الطفل ده بمجرد ما بيكبر، مفيش شك طبعا ان المعركة بتشتد اكيد وبتزداد، وتفضل هذه المعركة شغالة الى قيام الساعة. طيب ابليس ليه إمكانيات، ليه قدرات، مفيش شك في ذلك، يحيك الخطط، يبذل الأموال، وكل قضيته حضرتك، كل قضيته الإنسان. طبعا هو عارف إن مصيره محتوم في جهنم وبئس المصير، وكل همه إغواء بني آدم والإيقاع بهم وإدخالهم جهنم وبئس المصير معاه. العداوة مستمرة منذ أن رفض السجود لسيدنا آدم، وهتفضل مستمرة الى يوم الدين. طبعا الى يوم الدين. هو السحر يا شيخ ليه انواع؟ انواع كتير. انواع كتير طبعا مفيش شك. هو حضرتك اصلا طب تعريفه ايه بقى السحر اصلا؟ عشان يبقى ساحر ممكن يبقى انسان عادي خالص، بس خلاص جات له فكره كده ان هو يبقى ساحر، عايز يبقى ليه امكانيات معينه، عايز ابليس يمده بامكانيات معينه. تمام. فيبدا يتقرب من الشيطان باعمال كفريه وشركيات، ويكفر بالرحمن والعياذ بالله. وكل ما يقدم يعني خطوات كفريه واعمال شركيه اعلى، كل ما امكانياته تزيد، كل ما يقرب اكتر، كل ما يقرب اكتر من ابليس ويتقرب اليه، يتقرب اليه باعمال محرمه وافعال شركيه محرمه طبعا، اعلى، كل ما امكانياته تزيد. وابليس يمده فعلا بجن رتبته عاليه، امكانياته عاليه، عشان تساعده في اعمال الشر الاجراميه. بمناسبه الجنون يا شيخ، هو فعلا في الجنون لها رتب؟ الجن ليه رتب؟ يعني الجن ده ليه رتب؟ انواع كتير، منهم من يطير في الهواء، منهم حيات وعقارب، منهم الغواص، منهم الطيار، اعوذ بالله. طبعا انواع كتير جدا من انواع الجن. فالسحر حضرتك الساحر عشان يبقى ساحر لازم يعمل الكلام ده. وطبعا في بعض الناس يقدر يعمل اي حاجه وما عندوش مشكله خالص خالص نهائي في انه يفعل اي فعل اجرامي محرم لمجرد ان هو يبقى ليه امكانيات خاصه. طيب بالنسبة لدخول الجن جسم الإنسان والرد على المنكرين لهذا الموضوع، إيه رأي حضرتك يا شيخ في الموضوع ده؟ الموضوع ده للأسف الشديد يعني تكلم فيه ناس كتيرة جدا وحاولوا الإنكار، وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تكلم في هذا الشأن وقال ده أمر مشاهد محسوس واقع لمن تدبره. ربما يتكلم الإنسان بكلام لا يدري به، يعني أنت حضرتك ممكن تشوف بني آدم أصلا هو لا يجيد اللغة العربية، بيتكلم باللغة ممكن يتكلم بلغة أجنبية،
هو اصلا لا يوجد عربيه. يعني خليني اقول لك يا شيخ، بمناسبه الكلام دوت، في موقف او حاجه انا اعرفها، يعني ان كان في سيده فاضله رحمه الله عليها، طبعا رحمه الله عليها، كانت بيبقى في عندها شيخ اسمه الشيخ احمد جني، يعني اسمه كده، جني، وكانت بتتكلم باللغه التركيه ساعات، يعني يعني اللغه ما بتبقاش مصريه، وساعات باللغه العربيه. تمام، انت كده بتاكد الكلام اللي انا بقوله لحضرتك؟ اكيد. فلا انا بستفسر من حضرتك عن حاجه، هل الشيخ ده وكان بيقول عليه يعني ان هو مسلم طبعا وكده، هل بيبقى الحاجات دي بتفرق بين عقيده الاسلاميه او المسيحيه او لا؟ هو طبعا الجن الجن اغلب الجن اللي بيدخل الجسم بيبقى يعني ليس من المسلمين، اغلب الجن، ونسبه قليله جدا من المسلمين اللي بيدخلوا جسم الانسان، ومجرد ما بيذكر بالله تلاقيه تاب وندم على ما فعل وعايز يخرج من جسم الانسان. طيب هي ايه العوامل اللي بتؤدي لنجاح خروج؟ احنا لسه هنتكلم على الرد على المنكرين ده، لسه طب احنا عايزين برضو نقول للساده المشاهدين اللي احنا هنستنى برضو مكالماتكم التليفونيه، واي حد عنده اي استفسار او اي حاجه يتصل بالشيخ محمد، والشيخ محمد هيجاوبه ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك كده، الله تبارك وتعالى يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. باجماع المفسرين القرطبي وابن كثير والطبري على ان الجن يدخل جسم الانسان ويصرعه ويجعله يعني في صراع، في صراع، في صراع، يدخل فعلا جسم الانسان ويجعله يتحرك حركات سريعه جدا، سريعه، فيها لخبطه وفيها تشنجات، وبيهدم له حياته الشخصيه. طبعا في شك، طبعا في شك، مجرد ما بيخش جسم الانسان حياه الانسان دي بتنقلب، بتتلخبط كلها، ما فيش شك. طبعا بمجرد بقى ما يستعين بالله سبحانه وتعالى ويبدا يلتزم بطاعه ربنا سبحانه وتعالى وهكذا، الامور بتتغير تماما، بيبدا هو يسيطر على الجن ده. طب من اجابه حضرتك، هل الاسلام اتخذ موقف من السحر وافعالهم وكده؟ يعني الاسلام كان ليه دور ونص قراني في بالنسبه لكده؟ في شك طبعا. هو طبعا الساحر باجماع اهل العلم الساحر كفر، وحده قتل بالسيف، يموت، لابد ان يقتل هذا الساحر، الا اذا تاب الى رب العالمين. باب التوبه مفتوح لكل عاصي حتى للسحر، ما دام انه تاب وندم وعاد الى ربه تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى غفور رحيم. تمام. لكن الموضوع طبعا ما فيش شك ان هو كافر، كفر بواح، وحده ان يقتل، وان يضرب بالسيف. هو ممكن الساحر دوت يجند حد مثلا، ياخده كده شخص كده ما ويجنده ليه؟ شخص الساحر يجند جن، يجند ولا يجند انسان؟ يجند انسان. انسان؟ لا، هو ممكن ياثر على الانسان بسحره. يعني انما ما يجندهوش ليه، ما ياخدهوش عامل ليه يعني. لا، هو ممكن يرسل اليه جن من الخدام بتوعه، طبعا اتفقنا ان هو كفر، تعظم الشيطان، فخلاص الشيطان وكل ليه مجموعه من الجن في خدمته. فهو عايز مثلا يعمل فعل شرير مع احد مع الناس، فبيبعت ليه احد الجن هو من ده عنده، اللي انا قصدي عليه، بقى اسمه بقى خادم سحر، بقى مكلف بمهمه معينه يقوم بيها مع هذا الانسان، ان كان تعطيل زواج، ربما يصل الامر للجنون، ربما يصل الامر تفريق الزوج والزوجه، تفريق بين الزوجين، ممكن لو واحده مثلا ممكن عشان تعطل من الزواج ولا تزوج، والانجاب يا شيخ برضو كذلك، نفس الكلام كذلك، اكيد اي حاجه حسب التكليف، أي حاجة حسب التكليف اللي جايبيه. طب البني ادم يكون في حاجه اجراميه وخلاص. طب الفكره شيخنا يعني في الموضوع دوت، هل المعالج بالقران، وعايزين برضو الساده المشاهدين نوضح لهم النقطه دي، المعالج بالقران والسنه النبويه والسحره، عايزين يعني نفرق بينهم ونوعي الناس، يعني يتخذوا اني مكان يروحوا فيه، يعني هل يعني يتجهوا اني اتجاه يعني الصح، الاتجاه الصح. مفيش شك طبعا ان كل الدجالين والمشعوذين والسحره، ما احنا نعرف منين بقى ليهم علامات. طبعا هقول ليهم علامات، ولابد ان الناس تفهم هذا الكلام، ممكن الناس مهم بتقع جداً. في حد يكون مش يعني اهل ثقه، للاسف ده بيحصل. اغلب الناس اللي هي المنكره لهذا الامر، هو عايز يقفل باب الدجل والشعوذه والسحر. طب ما بدل ما نقفل ابواب خير مفتوحه على الناس، طب ما نعرفهم الدجال ده ايه مواصفاته، والمعالج الشرعي بالقران والراقي الشرعي مواصفاته ايه. ما هي النهارده بقى في الحلقه بتاعتنا دي عايزين برضو نعرف الناس الفرق ما بين كده وما بين كده. مفيش شك طبعا. وقبل حضرتك ما تجاوب معانا بس مداخله. اتفضل. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسام، اهلا وسهلا، ازي حضراتكم؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا بحضرتك. بسلم على الاستاذه نجلاء.
اهلا اهلا وسهلا. وبسلم على الشيخ محمد عوني. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويبارك في اللي بتقدموه وينفع بيه الناس ان شاء الله. مولانا الشيخ حسام ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد ويصلح حالك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. الله يكرمك يا مولانا. الحقيقه الطرح اللي بيقدمه البرنامج النهارده طرح مهم جدا، لان الامه كلها تحتاج الى معالجين شرعيين يعالجوا الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتاج الأمة إلى التنوير والتعريف بالفرق بين المعالج الشرعي وبين الساحر أو الدجال، حتى تبتعد عن السحرة والدجل وتتجه إلى العلاج الشرعي الذي هو بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحييكم على هذا البرنامج وعلى هذا الطرح، وأحيي من استضاف الشيخ محمد عوني ورجل نحسبه الله حسيبه من المعالجين الشرعيين الذين يعني يتبعون النهج الصحيح في العلاج. سؤال يا شيخ محمد وربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، تفضل يا شيخ. كيف يعرف المواطن البسيط العادي أن الذي يعالجه معالج شرعي أو غير شرعي، حتى لا يقع الناس في براثن الجهل وبراثن السحرة؟ جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم وينفع بيكم ان شاء الله. بنشكرك يا شيخ حسام. ربنا يعزك. بنشكرك يا شيخ. اتفضل يا شيخ. طبعا كنا لسه هنتكلم في الموضوع ده وهنكمل ان شاء الله. بالنسبه للدجال او المشعوذ او الساحر، تلاقيه بيسال مثلا المريض على اسمه واسم والدته، او ياخد منه حاجه من هدومه اللي هو بيسموه قطر، اللي هو ما بيسموه قطر بالبلدي كده، تمام، فيها ريحه عرقه، لان بالمناسبه يعني ريحه العرق دي ما بتتكررش، زي البصمه. سبحان الله. ريحه العرق لا تتكرر زي البصمه بالظبط، ما تلاقيش بصمتين متشابهتين. كذلك ريحه العرق نفس الكلام، فياخد حاجه فيها ريحه العرق دي عشان يقدر الجن يوصل له. والله ممكن يأمره ببعض، مثلا ان هو يذبح، تمام، ويرمي هذه الذبيحه في مكان خارب مهجور ولا يذكر اسم الله عليها طبعا. ممكن يأمره ان هو مثلا ما يغتسلش مثلا لمده 40 يوم. هتلاقي كلها افعال وحاجات مطلوبه كلها غريبه، يعني لا تمت، ما فيهاش طهاره بالظبط كده، ما فيهاش طهاره، لا تمت للطبيعه بصله. هتلاقي النفس اللي بيعالج ده بيعمل افعال غريبه، يعني ممكن مثلا يدخل الحمام فتره طويله ويولع شمع، يقول لهم مثلا يعني هاتوا حاجات معينه وذبائح باشكال معينه، تمام، تلاقيه بيتمتم بكلام غير مفهوم. بالظبط. تلاقيه بيعمل حجاب وفيها طلاسم وتعاويذ وما الى ذلك. كل دي افعال، انت بمجرد ما حد يكلمك مثلا في هذا الامر يقول لك اسمك واسم والدتك، اعرف على طول، خلاص يعني على طول اقفل الباب ده على طول قولا واحدا. ودي اول حاجه بتتقال، ودي الشهيره. ودي الشهيره. او يقول له هات لي حاجه من قطرك زي ما حضرتك تفضلت. آه. دي برضو مشهوره جدا. اول ما البني ادم يسمع الكلام ده يفر. يفر هاربا، ان كده هو بيفر كده ماشي في الطريق الغلط 100%. كده ماشي في الطريق الغلط، وهو هو كده هيبقى خلاص طلع من بره الاطار العام. وطلع اما المعالج الشرعي ليه بيقرا قران، بيقول لك مثلا على اذكار الصباح والمساء، هتلاقيه مثلا بيقول لك بيقرا على 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 ماء، ما تيسر من القران، بيسمعك الرؤيه الشرعيه، يخليك تشربه، ممكن تغتسل بيه، ممكن مثلا يقول لك على بعض الزيوت، على بعض الاعشاب. استاذن حضرتك معلش معانا مكالمه، اتفضل يا فندم. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دلوقتي انا بقالي 9 سنين متدمر من 4 سحرة، وصلت لهم وعملت محاضر واتقبض منهم واحد خد 6 أشهر وطلع. تمام. ما فيش قانون في مصر للسحرة، الازهر سايب المواطن المسلم فريسة وعار على الازهر في القرن 21 اللي ينكروا السحر على التلفزيون. تمام. حياه اكثر من 50% من حالات الطلاق في مصر سبب السحر. انا بقالي 9 سنين متدمر ومطلق وعايش ولا عارف اتجوز ومتدمر، الجن بيمشي في جسمي وعايش في الشقه في وسط جن وعفاريت 9 سنين. ربنا يعافينا. وعملت محاضر وكله خايف، كله خايف من ما خليتش مكان في مصر. يعني السيد النائب العام عامل عنده الشكاوى في 2017 و18، ومدير الامن الشرقيه عامل زياده عن 20 محضر. طب ايه سبب مشكلتك يا استاذ ناصر؟ ايه يعني ايه اللي في ناس بتدفع للراجل شهريه لتدمير اسرتنا،
خمس اسر متدمرين بالسحر بقالنا زياده عن 9 سنين. والعياذ بالله. طب في اي اثبات؟ طب هو يعرف منين اللي هو اللي عامل كده؟ في عندك اي اثبات؟ هو واضح في ناس بتديله فلوس شهريه في. وانت متاكد منين؟ يعني انت متاكد منين حضرتك؟ يا ست راجل اتقبض عليه وجه في العاشره مساء في 2017 مع وائل ابراشي. تمام تمام. في سنه بتاريخ 5/3/2017 جيبيه من على النت. طيب يعني في تم القبض على اكثر من شخص ضده. مفيش حد قادر يعمل له حاجه، لا شرطه ولا اي حاجه، وعملت مليون استغاثه. مفيش حد بيسال، مفيش واسطه. والله عار على الازهر اللي سايب المواطن المسلم فريسه للصحراء في مصر. واحنا ما نلجالهمش. ماشي يا استاذ ناصر. احنا في القرن ال21. ما احنا النهارده بقى الحلقه. عار على الازهر، انا عامل اكثر من 22 محضر ومعروف في اي مكان، هتلاقي اسمي وبياناتي. طب احنا عاملين الحلقه دي يا استاذ ناصر النهارده عشان برضو نعمل وعي للناس اللي هي مش عارفه اي حاجه وتستفيد من الشيخ محمد ان شاء الله. بنشكرك يا استاذ ناصر. هو طبعا ما فيش شك يعني ان احنا النهارده بنبين اهو، احنا بنبين علامات الساحر وعلامات المشعوذ. ما في ناس عندها ما بتعرفش يا شيخ برضو، يعني حضرتك برضو بقدره حضرتك يعني فهم الناس ايه الصح وايه الغلط اللي حضرتك لسه بتشرحه. اتفضل حضرتك. زي ما بقول لحضرتك كده، اي امور بيطلبها الساحر من الشخص بمثل هذا، ما زي ما تكلمنا كده، يقول مثلا اسم والدتك ايه، يطلب منه حاجه من قطر والكلام ده كله، يبعد على طول على طول، يبعد على طول. اما ان هو لازم المتصل ربنا يا رب يعفو عنه، المفروض ان هو يفكر في العلاج، يعني بدل ما يفكر في الانتقام وازاي هنعمل وده علاجه ايه. بس في حاجه يا شيخ هو استاذ ناصر قالها، بيقول لك في واحد الشرعيه طبعا والاذكار زي ما قلنا، بيقول لك في واحد هو اللي يعني وازز على كده ليهم. هو ممكن حد يأذي حد من غير ما هو يعرف؟ ما هو ممكن طبعا، ممكن انسان يكون بيكره انسان او بيحقد عليه، تدفعه الحقد ده ويدفعه الغيره ان هو يؤمر ساحر او يروح لساحر ويقول له انا عايز اعمل من غير ما ياخد حاجه من قطر زي ما حضرتك بتقول، ولا يعرف اسم امه ولا ابوه. ممكن يكون الاسماء دي كلها سهل تيجي، كل البيانات دي سهل على النت، هو مجرد اسمه سهل جدا. الامور دي دلوقتي مع التقنيه الحديثه سهل يعني جدا، ممكن بالاسم يعني. طبعا ممكن بالصوره، ممكن هو عارف بيته وعارف مكانه بالصوره الشخصيه. وممكن هو عشان عارف بيته وعارف مكانه مثلا يرش له سحر على باب البيت والعياذ بالله، بمجرد ما يعدي خلاص يتلبس بيه. طب معانا استاذه فاطمه. الو. عليكم السلام استاذه فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. عايزه اتواصل مع الشيخ محمد. اتفضلي شيخ محمد مع حضرتك. اتفضلي. كنت عايزه اعرف الشيخ محمد ازاي اعرف ان انا مصابه او حد في البيت عندي مصاب. تمام، سؤال جميل جدا. حاضر حاضر اجاوب حضرتك حالا. تمام، شكرا. متشكرين يا استاذه فاطمه. طبعا المصاب ده ممكن يحصل له اعراض غريبه في جسمه ما تكونش مشخصه طبيا، يعني يحس باوجاع في جسمه غريبه. بمعنى يعني مثلا صداع، وجع في ظهره، وجع في رجله، يحس بمغص، يحس ان هو عايز يتقيأ كل شويه، اوجاع مختلفة. بس دي كلها حالات طبية. دي حالات كده، دي كلها يعني اي بيت مصري فيه ظهر وجعه ودماغه وجعاه. ما انا لسه هقوله. فاحنا يعني نعرف المفروض اول حاجه احنا دورنا بيبدا من حيث ينتهي الطب. اول حد بيحس باي اعراض الاول حاجه بيروح للطبيب. اكيد. تمام. ما بتروحش، يروح للطبيب. لقى الدنيا تمام، عمل فحوصات، عمل تحاليل، عمل اشعه، كله تمام. الطبيب بيقول له انت ما عندكش اي حاجه طبيه. دورنا احنا بيبدا بقى. تمام. ان ممكن تكون الاوجاع اللي هو حاسس بيها دي بفعل السحر او بفعل المس. الحاجه الثانيه انه ممكن يبقى عنده احلام مزعجه، يشوف كوابيس، يشوف احلام غريبه، ممكن تبقى احلام متكرره مستمره. بالظبط. كل دي علامات بتبين ان ممكن يكون في اصابه شيطانيه. بس حضرتك بتبدا بعد انتهاء الطبيب. بالظبط. احنا دورنا بيبدا، يعني احنا ما نلجاش برضو على طول كده اللي هو حد جاله صداع، يعني صداع اسبوع اسبوعين، يعني البيت المصري بقى بنتها جالها صداع ضهرها وجع حرجها. لا بس انتوا المشاهدين يعني ياخدوا بالهم. يعني هو مش مره واحده اتجاه على طول. ما ينفعش اولا نربط كل اللي بيحصل في حياتنا بالموضوع ده. بالظبط كده. في سحر وفي مس. بالظبط كده. احنا عايزين برضو نفهمهم. لا طبعا في حاجات بتحصل هي علاجها في الطب، وفي اعراض كتيره جدا علاجها في الطب النفسي، ملهاش برضو علاقه بينا. فالمعالج المتخصص اللي هو ليه باع في المجال بيقدر يفرق. بالزبط. هل دي اصابه شيطانيه ولا هل ده مثلا مرض نفسي ولا ايه بالظبط؟ من خلال الحالات اللي نتجت عن حضرتك شفته يا شيخ.
حالة تكون كده حضرتك عالجت، يعني تكون كانت تعبانة جدا وعالجتها وتعافت يعني. يعني انت وأسعدتك اللي انت خرجتها من اللي هي فيه أو خرجته. ربنا بيمن عليا فيها ويجعلني سبب ليها في خير، أكيد طبعا بكون في منتهى السعادة. أكيد. ما أنا بقول لحضرتك أسعدتك. ما أنا بقول لحضرتك أسعدتك. أي حالة فعلا ربنا بيمن عليا. أنا شايفة إن هو أسعدتك، أنا بقول لحضرتك أصعب بقى. الصعب. يعني حضرتك احترت فيه وفي الاخر ربنا عز وجل كرمك وكرم ال... لا هي كانت حاله صعبه جدا والحمد لله ما حصلش فيها حيره ولا حاجه، ربنا من علينا فيها الحمد لله على طول. الحمد لله. من تاني جلسه بفضل الله. كانت عيله امريكيه. كان عندهم ولد بينزل دم من عينه. والعياذ بالله. عيله امريكيه مسلمه بينزل دم من عينه لدرجه ان ملامحه اختفت، بقت ملامحه فعلا بدون مبالغه مرعبه من كتر الدم وغزارته اللي بينزل من عينه. فانا لما رحت طبعا هم استوفوا الاجراءات الطبيه كامله في انجلترا، واكيد برضو هم ما شاء الله يعني بره يعني ما بيقول لك بقى بره على اعلى مستوى من ناحيه طبيه على اعلى مستوى في امريكا وانجلترا وفرنسا استوفوا كل الفحوصات. طب قبل الاستوفاء بقى في محمد معانا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ بس اهلا بحضرتك. انا والله بس عايز انا الشيخ محمد بس اسال بس وكده عشان حاجه كده في عايز اعرفها منه عايز بس. اؤمر. اتفضل. تفضل. شيخ محمد، ربنا يقول سبحانه في القرآن الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صح؟ نعم. إلا من تبعك منهم. إذا من تبعك من الغفار. تمام؟ نعم. طيب، وفي برضه آية تانية بتقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. صحيح. في ناس بتقول إن في لبس، إن في شيطان بيلبس واحد بيتكلم على لسانه. طيب، كل كلمة بيقولها وهو مثلا ملبوس زي ما بتدعوا يعني، هو ملبوس، الكلام ده بيتسجل على مين؟ هل على اللي قاله ولا على الشيطان؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الجان إن الشيطان عامة لم يسلط على الإنسان إلا في باب واحد وهو الوسوسة. بيقول كلام فيه كفر، أعوذ بالله. هو قصده. طب ممكن حضرتك تعيد تاني معلش؟ ممكن تعيد تاني الحتة ديت يا أستاذ محمد؟ هقول لحضرتك تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن الشيطان لم يسلط على الإنسان إلا في باب واحد وهو الوسوسة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا المعنى ده لبس. المعنى ده لم يقل. هقول لحضرتك استنى بس. الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه لما الصحابه اشتكوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النقائص والكفريات التي تدور في صدورهم، وقال هو بيقول له رسول الله اكمل حضرتك اجد شيئا في نفسي يضيق علي صلاتي. هكمل لحضرتك. استنى بس. اسمع. فلما ذهبوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لان يكون في صدورنا الشيء، لان نلقى من السماء احب الينا من ان نتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او قد جاءكم؟ ذاك صريح الايمان. يعني ذاك افضل الايمان. ليه؟ لان الايمان هو الذي حجزه على الا يتفوه بهذه النقائص والكفريات التي تدور في صدره. وفي روايه ثانيه بقى حضرتك تقصدها: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. يعني اقصى حاجه قدر يعملها الشيطان ان هو يوسوس. أيوة. فقط. تمام. لكنه ده مش معناه ان مفيش تلبس ومفيش اسحار ومفيش كده. حضرتك دي حاجه ودي حاجه. انا سمعت كلام حضرتك بتقول كما تدعوا. يعني معنى حضرتك من المنكرين. لا يعني مش انت، مش مقصود انت. اتفضل. مش مقصود انت من يدعي ان في لبس. انا اقصد اللي بيدعي ان في لبس. طب ما هو ده حقيقي. اصل انا جادلت. طب ما ده واقع. كنت بجادل برضه مع ما هو فيش يا باشمهندس يا شيخ محمد. انا بتكلم في يعني سؤال واضح. انا بقول لك القران بيقول طبعا بعد القران وكلام الله ما فيش كلام تاني. طب صحيح. طبعا. صح. طيب. وانا قلت الايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. تمام. طيب. الا من اتبعك من الغاوي. الا من تبع. طب سؤال بقى شيخ محمد، سؤال برضه والله بجد، برضه ايه ثانيه، برضه ايه ثانيه. اتفضل. ربنا يقول في القران الكريم على لسان الشيطان يقول: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. صحيح. ما كان لي عليكم من سلطان. اذا الشيطان لم يسلط على الانسان ان يامره افعل كذا او لا تفعل كذا. ان الشيطان كان يوسوس فقط لا غير. ان الشيطان بيقول: ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. تمام. هنا يعني ما فيش واحد خرج من 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 بعد القول ده وقال لا ده الشيطان لبسني وخلاني عملت اللي هو قال عليه. طبعا ده ما حصلش. تمام. لان ربنا قال: وقال قرينه ربي ما اطغيتهم. يعني هو القرين حاجه والشيطان حاجه. انا بتكلم بس في موضوع اللبس يا شيخ محمد، ان اللبس
ليس في القرآن وليس في السنة. ازاي ليس في القرآن وليس في السنة؟ لا لا ازاي بقول لك الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. وهقول دلوقتي هبين لحضرتك. احنا بنشكرك يا استاذ محمد، هيوضح لك الشيخ اللي انت. انا لسه قايل الايه بس هو ممكن يكون ما كانش متابعني او حاجه. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تمام. هو ده قرآن ولا ده ايه؟ ده قرآن في سورة البقرة. ايوه. بإجماع المفسرين الطبري والقرطبي وابن كثير على ان الجن يدخل جسم الانسان. امام اهل السنه والجماعه طبعا. الامام احمد بن حنبل ابنه عبد الله جاله يوم وبيقول له يا ابي زعموا ان الجن لا يدخل جسم الانسان. فقال يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على السنتهم. هو ذا هو اللي بيتكلم على لسانتهم. فكذب الامام هذا القول. فالموضوع ثابت بالقرآن وبالسنة. هقول لحضرتك في السنة. عثمان ابن أبي العاص أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولاه قاضيا، استخلفه واستعمله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعرض له شيء في صلاته، يعني يحس كده بحاجات غريبة بتحصل له في الصلاة، يقول حتى لا أدري ما أصلي. يعني وصل للدرجة دي الوسواس بقى. لا مش لدرجة، مش لدرجة وسواس. لا يعني هو بيحس ان هو ممكن يكون تاه شوية، بيحصل له حاجات غريبة. حاجات غريبة في صدره في جسمه وهو بيصلي، لدرجة ان هو خلاص ما بيبقاش عارف هو بيصلي صلى قد ايه ولا بيقول ايه. فذهب الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام وقال له ما كان، فجلس على صدور قدمه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره وقال اخرج عدو الله، وتفل في فيه وقال اخرج عدو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه السلام. اخرج دي معناها ايه؟ اللي هو اتلبس، يعني معناها ان في حاجه جواه، في حاجه جواه. النبي صلى الله عليه وسلم خلينا متفقين يا الحديث على فكره برضه عشان يعني اقول يعني سنده، الحديث في صحيح ابن ماجه وصححه الالباني. تمام. فالحديث صحيح، الحديث صحيح برضه. نفس الكلام، ام جابت ابنها به لمم منذ 7 سنين. به ايه؟ لمم يعني بيحصل له حركات برضه وتشنجات كده غريبه. وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا بياخذه في اليوم مرتين. هذا اللمم وهذه التشنجات والحاجات الغريبه بتحصل له في اليوم مرتين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الولد كما فعل مع سيدنا عثمان بن ابي العاص، وبرضه وضع يده الشريفه على صدره وتفل في فيه وقال اخرج عدو الله انا رسول الله. بالمناسبه بقى اتفضل، احد الدعاء اللي هم من المنكرين بدون ذكر اسماء مع اعلامي شهير، هذا الاعلامي قال له على هذا الحديث بتاع ايه، بتاع الغلام. فبيقول له يا مولانا هو ده حديث صحيح؟ قال نعم. فقام قايل له طب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لمين اخرج عدو الله بالنص كده؟ فتخيل بقى، شوف حضرتك لي عنق النص عشان خدمة الهوى اللي عندي أو المعتقد اللي عندي، مش لخدمة الدين وإفادة الناس. قال له إيه؟ قال له بيقول للمرض. المرض، المرض عدو الله؟ من إمتى كان المرض عدو الله؟ الله تبارك وتعالى يعاتب عبده يوم القيامة يقول عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال يقول الله تبارك وتعالى مرض عبدي فلان أولئن عدته لوجدتني عنده. المرض ليه فضل عظيم جدا، ابتلاء، ابتلاء من عند ربنا بيكفر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا ويكفر الله تبارك وتعالى بها عن خطاياه، فكيف يكون المرض عدوا؟ هو مش عدوا. خلينا متفقين يا شيخنا إن في حاجة، إن بعض الناس برضو بتفتكر لما الحاجة زي دي تبقاش عايز أحطها في دماغها. يعني انا من ضمن الناس، انا ما حدش الكلام ده في النهايه كويس خالص. انا لسه بقول لحضرتك، ان انا بقول لحضرتك هي الموضوع زي ما قلت لحضرتك قبل الهوا شعره صح. انا مع حضرتك انا ممكن اتجه للموضوع دوت والاقي نفسي دخلت في مشاكل كتير ووسواس وتخيلات. طب انا ليه اتجه للموضوع ده؟ طالما الحمد لله بفضل الله احنا طبيعيين، والحمد لله نكون مع ربنا سبحانه وتعالى. ده عهدي مع الناس يا استاذ محمد. ايوه. النهارده لما بيجي لي حد بيقول لي شوفني كده اعمل لي اختبار انا في حاجه ولا لا، اول سؤال بساله انت بتشتكي من حاجه؟ لا. عندك معاناه؟ امورك طبيعيه في حياتك؟ في مشاكل بينك وبين زوجتك؟ كله لا لا لا. خلاص يبقى ليه تفتح على نفسك؟ ليه اصلا تعمل ادخل الاختبار نفسي في فيش داعي. فده اللي انا لسه بقوله، مش كل حاجه هتحصل في حياتنا هنربطها بالموضوع ده،
ولا برضو ينفع ان احنا نغض الطرف تماما عن الموضوع ده ونقول مفيش وننكر. انا لسه بقول لحضرتك على العيله الامريكيه. احنا ما كملناش. ما كملناهاش ديت يا شيخ. ده موضوع مهم. دي الحالات الحالات النادره. الحالات النادره. اتفضل حضرتك. بقول لحضرتك عينه كانت بتنزل دم بغزاره لدرجه انه شكله بقى مرعب من كتر غزاره الدم. فهم الحمد لله رب العالمين جولي، وطبعا بقى هو عامل ايه؟ مستندات بقى بالتحاليل والاشعاعات بتاعت المعمول على اعلى مستوى في العالم. برضه كان احد الدعاء من المنكرين كان بيقول ان الواقعه الاعلاميه الشهيره اللي حدثت منذ سنوات، أيوة. البنت اللي كانت بتنزل دم من عينيها، تمام، برضه قال عليها دي مرض نادر اسمه القناه الدمويه في العين، بدل الدمويه بقى بتنزل دم بدل الدموع. ودي بتحصل يعني واحد من مليون، من مليار ممكن يحصل يعني لشخص واحد. طيب وانا اسف بس يا شيخ، اي حد له حق الرد، يعني احنا متواجدين والشيخ معانا هيرد عليه برضو عشان حضرتك برضو لو في حد له حق الرد مكفول، يعني حق الرد مكفول يا فندم تحت امرك. فاللي انا بقوله لحضرتك النهارده ايه؟ ان فعلا عملوا اشعه وتحاليل على اعلى مستوى في العالم كله في ظل التقدم الطبي الهائل اللي حضراتكم عارفينه كويس، ومفيش اي حاجه خالص، نورمال، كله طبيعي، ما عندوش اي حاجه طبيه تؤدي لده. ده معناه ايه؟ فانت النهارده لما تقول مفيش سحر انت بتغلق ابواب خير على ناس كتير. يعني دول لفوا العالم وعملوا كل الفحوصات الطبيه اللي المفروض انها تتعمل، ومفيش نتيجه. ليه؟ هم نفسهم الدكاتره بيقولوا مفيش حاجه، مفيش حاجه طبيه، مفيش تشخيص. وصدقوا، لان الموضوع فعلا مفيهوش حاجه ليه علاقه بالسحر. لا علاقه بالسحر. علاقة لما انا رحت بقى مفيهوش حاجه طبيه يعني اللي تستدعي العلاج، خلاص مفيهوش حاجه طبيه كده خلاص. عبده ليه سؤال. طبعا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ عبد. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله، اهلا بيك. انا بس هسال الشيخ سؤال واحد بقى، ممكن؟ اتفضل امرك. هو اللي اشد من السحر الحسد، هو ده المفروض اللي يتقال عليه ده اشد من السحر مليون مره يعني. تمام. واحنا برضه كنا هنتكلم عنه، لسه كنا هنتكلم عليه، بس انت استعجلت شويه. معاك حق، معاك حق. لا بس في حاجه عاوز اوصلها لحضرتك، في حاجه عاوز اوصلها لحضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا اتبعنا ان احنا بنتكلم ان كل حاجه ان الجن بيلبس والجن مش عارف ايه، احنا كده مش هنمشي. صح. في ناس صحراء وفي ناس صحراء. طب العلاج ايه؟ اما تيجي تقول لي واحد لحضرتك مثلا يقول لي مثلا خد الميه دي واشربها ورقي واقعد شهرين ثلاثه، طب ما هو الانسان اللي بيتعالج اصلا خلاص تعب. مش ده اللي بيحصل؟ تعب نفسيا يعني. طبعا. تمام. لما تقعد واحد بيتعالج ثلاث اربع اشهر او شهر تقعد تديله ميه وورق وبتاع ويستحمى والكلام ده كله، اكيد في طريقه ترد الناس الصحراء دي اسهل من الكلام ده كله، ولا انا غلطان؟ الشيخ هيرد عليك. انت هو ما عندوش شكله صبر يعني هو مسحور، فهو ما عندوش صبر للخطوات ديت، فعايز حاجه سريعه تخلص الكلام ده كله. برضو يا نجلاء، برضو انا عايز اقول بعد اذن الشيخ، برضو ما هو حقه برضو يعني، معلش ممكن في بعض الناس مش طبعا الشيخ محمد عوني بيكون تعب ولف كتير. لا الفكره ان انا ممكن حد يروح يقول لي طب اشرب دي، اعمل دي، سوي، طب انا ايه، طب انا ايه، حياتي هتتدمر، انا لوحدي دماغي هتبدا متهيئه انا رايح فين. تمام. طبعا القران الكريم طبعا ده ديننا. طيب هو ده طبعا ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فاحنا لازم مع الابتلاء نصبر. نعمل ايه؟ نصبر. الصبر. هو الصبر. هو احنا ما عندناش غير كده يا جماعه، وناخد بالاسباب الشرعيه. ما ينفعش النهارده يقول انا عشان اخلص اروح لساحر، انت مين قال لك اصلا انك هتخلص مع الساحر؟ لا بس المتصل ما قالش كده، هو بيقول. لا انا بكلم بشكل عام. بشكل عام. انا بس بنرد على الاستاذ رجب. هو عنده حق يعني، انا هو شايف قال هو قال ممكن يكون الساحر ده عنده حاجه اسرع. يعني لا هو اكيد هو مش قال كده في سياق الكلام. لا وهو لا وفي سياق الكلام قال لحضرتك الحسد بيقول لك في الاول. هو بيقول كلامه الحسد يعني السحر، احنا عاوزين نتجنبه، خلينا في الحسد. فما اتفضل كمل. يعني اللي انا بقوله ان النهارده مين قال لك ان انت لما تروح لساحر هتخلص وهتنتهي؟ لا والعياذ بالله طبعا. احنا قبل الحلقه كنا بنتكلم يا دكتور يا شيخ برضو في القصه ديت، في ناس بتتبع السحره اللي هم يخلصوا الموضوع في يوم وليله. طب هو اصلا الكلام ده مش موجود، ومش موجود، وهيرجعوا تاني اللي هم فيه. تمام. حتى لو هم خفوا شهر شهرين هيرجعوا تاني يعانوا بنفس التعب ونفس المعاناه اللي هم فيها. تمام. فاحنا دلوقتي لما هنتعالج بالقران وهنشوف الخطوات السليمه هنشفى ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. باذن الله. في الشك من اتى كاهنا اعرفا وصدقه فيما اخبر فقد كفر بما انزل على محمد. بالظبط كده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فنصبر.
فلازم نصبر. الصبر وانت كل لحظه بتمر عليك وانت في الابتلاء ده، انا عارف انها معاناه شديده، بتاخد اجر، ربنا يا رب يكون في عونهم ويرفع عنهم جميعا ويعفو عنهم جميعا ويعجل لهم بالشفاء. بس كل لحظه بتمر لحضرتك وانت في الابتلاء ده ميزان حسناتك شغال بالزبط. وربنا بيكفر عن ذنوبك وسيئاتك. تاكد من ده. فده ابتلاء، لازم صبر ولازم يقين. لازم صبر ولازم يقين. لكن انا اروح لساحر اكفر، طب ايه اللي بيحصل عند الساحر؟ اقول لحضرتك طبعا الساحر بيدعمه ابليس زي ما قلنا في الاول، فمعاه امكانيات عاليه ومعاه جن برتب عاليه ليهم كلمه مسموعه. ايوه. فاللي بيحصل نوع من انواع الاتفاق بين الجن اللي هو الخادم للساحر وما بين الجن اللي داخل جسم المريض. تمام. اتفاق على ايه؟ على الهدنه. خلاص اهدى شويه بالامر المباشر، ريح اهدى. فالطريق الغلط اللي هم ماشيين فيها يلاقوا جاي بقى الموضوع بسلاسه ويسر، بقى الدنيا ماشيه تمام. مجرد حضرتك ما يحصل الامر ده ويحصل مده متفق عليها، ممكن تبقى اسبوع اسبوعين شهر، شهر سنه سنه، وارد المده بتتغير عشان الموضوع ما يبقاش باين. خلال الفتره دي فعلا بيسكن الجن تماما والمريض بيحس ان هو بقى زي الفل، زي الفل. كل الاعراض اللي عنده زالت تماما. طب بمجرد انتهاء المده المتفق عليها، الاجازه اللي كان مريح فيها، يحصل ايه؟ يشد السلخ عليه قوي، كانه بيعوض الاجازه اللي هو كان ايه مريح فيها، فيرجع يتعب. يتعب تاني. يقولوا له تعالى ده اتجدد لك تاني، تعالى بقى عشان نشوف احنا هنعمل ايه. برافو عليكي، الله ينور عليكي. بمجرد ما يتعب تاني يعمل ايه؟ هو تاني. ده السر بقى اللي هو هيقول له، يقول له ايه ما انت كنت كويس، انت اتجدد لك. اللي هو لعبة شد وجذب. ادي القصه اللي بتحصل. استاذن حضرتك في فاصل. اتفضل. فاصل ونتواصل ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنشوف دكتور الشيخ محمد كان بيتكلمنا على الأمريكي دوت اللي حضرتك عليك. عايزين نكمله بس. عايزين نكمله، كل شوية بنقطع منه، فعايزين نكمله معلش. زي ما قلت لحضرتك كده، رحت قرأت على الولد تمام، تبين لي إن مفيش أي حاجة خالص، ودي معلومة جديدة دلوقتي هقولها. الولد سليم 100% برغم كل الاعراض اللي عنده دي، اللي عنده دي، وطبيا خلاص هم استوفوا الامر طبيا، قتلوه بحثا من ناحيه تمام. الطب تمام، وكل حاجه مشفوعه على فكره كمان بالفيديو، تصوير فيديو قبله وبعده، حالته كانت ايه وبعد ايه وكذا يعني. فانا الحمد لله ربنا اكرمني والهمني ان انا اشوف والدته. فتبين لي بالقراءه ان والدته هي اللي مصابه بسحر. والدته، والدته هي المصابه بسحر، والتكليف ان هو ياثر على الولد بالمنظر ده. لما عاوز اوجعك قوي، اجي في ابني، ابني في ضناك، في ضناك بالظبط، في ضناك بالظبط، في ضنا. وهو ده اللي حصل فعلا. الجن نطق، طبعا بيتكلم بالانجليزيه، وقال ان هو مكلف بدوت من طبعا التفاصيل، التفصيله بقى يعني، التفصيل بقى يعني شيخ. معلش يعني نطق، نطق و تكلم بالظبط بالظبط، وقال هو جاي ليه. بعد الضغط عليه بالقراءه، بالقراءه المستمره المتواصله، نطق فعلا وقال هو جاي ليه ومكلف بايه ويعمل ايه في الولد دوت، وكل اللي حاصل، كل الواقع الاليم اللي هم عايشين فيه بقالهم سنين، تكلم بيه الجن اللي هو المكلف بالامر ده. لا اله الا الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الجلسه دي اول جلسه استغرقت 7 ساعات، الحمد لله رب العالمين، حصل تحسن كبير جدا 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 بفضل الله. طبعا تدريجي اكيد، طبعا مش مره واحده اكيد. ومشيتهم على برنامج طبعا كله طبعا قراني، واغتسال بماء القران وكذا، وبعض الاعشاب والزيوت. تمام. بعد اسبوع رحت لهم الجلسه الثانيه، الولد بقى رجع امريكاني ثاني بفضل الله سبحانه وتعالى، والنزيف اللي كان بينزل من عينيه كل ده اتمنع بفضل الله. طب ووالدته بقى؟ والدته بقت زي الفل برضه الحمد لله، قرات عليها والحمد لله خرج الجن وكل حاجه بقت تمام الى يوم الناس هذا. الكلام ده حضرتك بقى انا بكلمك من 6 سنين ما شاء الله، الواقعه دي ما شاء الله. فالنهارده احنا هم الاجانب يا شيخ محمد عندهم برضو يعني عندهم الحاجات ديت، وحد ممكن يعمله يعني؟ انا يعني اعرف المجتمع المصري العربي، لا هو منتشر في العربي، بس اكيد هم عندهم اسهل بنسبه اقل، بس اسهل. اسهل ازاي؟ لا انا بقول لحضرتك على حاله، ده بيقول لك يا محمود بنسبه اقل، يعني هم ما عندهمش. لا النسبه التعداد مش زينا يعني، هو بيتكلم في طبعا الشيخ محمد بيتكلم حضرتك زينا يعني، حضرتك بتتكلم في التعداد العدد يعني اقل
لا 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 انا بتكلم على عدد الحالات والاصابات. اه ما لا العدد، ما انا بقول لحضرتك العدد كده. الاصابات الاصابات اه ايوه يا فندم. انما هنا احنا عندنا متجاوزين الحد الادنى لل عشان كده بقول ردا برضو على يعني من كان يتكلم ان السحر ده على ايام النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يا اخي من اين لك هذا؟ ده كل ما الزمن يعني بيتقدم كل ما الايمان بيقل الجهل بيزيد، كل ما تنتشر الاعمال الدنيئه دي اكيد. واحنا برضو دورنا ان احنا نوعيه، يعني ممكن الاستاذ مبتسم ما شاء الله هو باين عليه قارئ وفاهم وكده، بس ممكن يكون اختلط عليه الامر في حاجه، فحضرتك اكيد بتوضحها له يعني. مفيش مشكله، وده طبعا مفيش مشكله. فرق بين الاخ المتصل اللي هو يعني ذكر الايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. يا اخي العباد فعلا الكلام على العباد، ربنا بيقول ان عبادي، هو العبد ده اللي هو مضيع ومفرط وعاصي، هل يطلق عليه هذا الوصف؟ لا لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الملتزم بتعاليم الاسلام تمام وبالسنه النبويه المطهره وماشي على المنهج القويم متمسك به، هو ده اللي ابليس ما يقدرش عليه. ده المقصود بالايه تمام، هو ده اللي ابليس واعوانه ما يقدروش عليه. وقد تحدث ابتلاءات زي ما قلت على عثمان بن ابي العاص، تمام، في ابتلاءات بتبقى من باب رفع الدرجات. شيخ محمد الشيطان زي ما النبي زي ما النبي عليه الصلاه والسلام برضو صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر اكيد، وده في لا الصحر. انا قلت اكيد، معلش انا ما اعرفش انا قلت اكيد على الكلام اللي في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه. اليهودي سحر النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام، فده برضو من باب رفع الدرجات. وهكذا يعني ممكن المؤمنين الموحدين يحصل لهم مثل هذا الابتلاء ولكن النسبه الغالبه تمام. اللي هم المنفلتين والعصاة. طب سؤال بس بسيط قبل ما تخرج حضرتك من انت دلوقتي عالجته بالقران، خلاص ما يعني ما يعدلهوش تاني السحر دوت ولا اي حد يقدر لا لا طبعا ممكن يرجع تاني لو ما حصنش نفسه، لو ما التزمش بالصلوات في جماعه، لو ما التزمش باذكار الصباح والمساء، باذكار المواقف وده ما اقبلش على القران ممكن يرجع تاني. ايه اللي وده كان سؤالي قبل سؤال الاستاذه، يعني هو طرق الشيطان في الدخول للانسان، الطرق اللي هي السهله او اللي استرسل منها فيها البني ادم يعني. احوال حضرتك تقصد الاحوال اللي ممكن الشيطان يخش فيها تمام. هما اربع احوال طرقه يعني ادواته اللي بيتخذها قدام الانسان. ايه هي؟ هما اربع احوال طبعا. اللحظه اللي بيخش فيها الجن جسم الانسان دي اخطر لحظه في عمره، فهو الغضب. عمره ما هيخاطر بحياته الا لما يكون متاكد 100% ان الانسان في اللحظه دي مش هيذكر ربنا سبحانه وتعالى. ساعه الغضب ممكن يا شيخ؟ برافو عليك، لسه هقول الغضب الشديد تمام، الحزن الشديد تمام، الخوف الشديد خلي بالك من كلمه الشديد دي يعني مش كل خوف لا مش كل غضب مش كل حزن اللي هو وصل لدرجه عاليه قوي تمام، اللي تخلي نفسيته تعبانه بقى خلاص مش قادر. لا برضو ما اعتقدش كده، بس اللي هو العزم الله العظيم يعني ربنا. يكفر بنعمه ربنا نسي حصل ربنا. له مثلا مش هيقدر في الوقت حاجة ده مش كويسة خلاص لسانه تعلسم خلاص الموضوع ده هيقول لي يا رب استغفر الله العظيم. والشهوة المحرمة دي الأحوال اللي ممكن الجن يقدر يستغلها ويدخل جسم الإنسان. هو دلوقتي خلاص متأكد 100% إن اللحظة دي هو خلاص الإنسان خالي من الأسلحة بتاعته، سلم سلاح لحظة ضعف بالظبط كده، لحظة ضعف فيقدر يستغلها ويخش تمام. يا شيخنا شيخنا أنا برضو عاوز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا برضو إحنا قربنا على نهاية الحلقة، فأنا كنت عايز حضرتك تقول للسادة المشاهدين الوقاية تمام ونصيحة تكون يعني يتخذها المواطن المصري أو أي مواطن أو الإنسان العادي البسيط ضد المواضيع دي. وكل أم برضو زي ما حضرتك قلت يعني السحر صاب ابنها وهي هو ملهوش دعوة، العيب فيها هي والسحر كان عليها هي، كل أم برضو تحصن ولادها إزاي وتقرأ عليهم أذكار إيه كده كلام زي الفل تمام. هو ده الكلام المهم اللي الناس تستفيد أكيد طبعا والناس محتاجة فعلا فضل. طيب احنا النهارده بنقول احنا ليه تسلط الشيطان علينا بالمنظر ده؟ ليه استحوذ علينا كده؟ لابد ان في اسباب. احنا بنقول الشيطان قضيته ومعركته الاساسيه الانسان تمام، بيحيك الخطط ويبذل الاموال يعمل كل حاجه من اجل الايقاع ببني ادم تمام. طب انت النهارده ربنا سابنا كده بدون اسلحه ندافع بيها عن نفسنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام سابنا كده معاذ الله، في اسلحه كتير جدا جدا المفروض تشهر في وجوه الاعداء دي. عندك نفس اماره بالسوء، عندك شياطين انس، عندك شياطين جن
دي اعداء متكالبه على الانسان. تمام. وانت حضرتك مطالب بتكاليف شرعيه. بالزبط. طيب المفروض نعمل ايه؟ نشهر هذه الاسلحه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا موقفا في حياتنا الا وعلمنا له ذكر سلاح. كل مواقف الحياه اليوميه اللي كلنا بنقوم بيها، قبل ما تاكل، بعد ما تاكل، قبل ما تشرب، بعد ما تشرب، قبل ما تدخل الخلاء، بعد ما تخرج منه، وانت بتغير هدومك، وبعد ما تلبس هدومك، وانت خارج من بيتك، وانت راجع لبيتك، وانت بتبص في المرايه، كل دي اسلحه المفروض تشهر في وجوه هؤلاء الاعداء. احنا للاسف بنفرط فبيحصل التسلط. بالظبط. ونتجه للقران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مفيش شك. اكيد طبعا. هو ده العلاج، هو ده طوق النجاه يا استاذ محمود. ربنا يعزك يا مولانا، وبجد انت افدتنا النهارده كتير، وافدت الساده المشاهدين، واتمنى ان شاء الله حضرتك تبقى معانا في لقاء تاني وتالت، وبرده نوعي الساده المشاهدين. اتشرف يا حبيبي. انا بشكرك وبشكر حضرتك جدا. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ومتشكرين جدا يا شيخ محمد، وبنشكر الشيخ حسام والحاج عبد الرازق اللي هم هدونا بالشيخ محمد، جزاهم الله خير والله. ربنا يعزك يا شيخ محمد، وطولنا عليكم، وتصبحوا على خير، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله. ميعادنا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. تصبحوا على خير.